نقطة مهمة جدا. هو أيضا أعطاهم الفرصة قال لهم نعم سيد العطار خليني أسألك، يعني البعض يتحدث، يعني نحن اليوم تحدثت تساؤلات ناس بسطاء يقول لك الانتخابات الجديدة شو راح تجيب لي؟ أنا جاوبك. يعني هاي نقطة لازم تجاوب الناس عليها اليوم علي. الناس تسمع يقول لك إذا نفس القانون مع المفوضية، نفس المفوضية، نفس الكتل راح تدخل، الإطار راح يدخل نفسه، الأحزاب كلها راح تدخل تمام. التيار يعني شنو راح أجيب شيء جديد؟ هسا أنا أقول لك، أولا الشارع العراقي لو تسوين استفتاء الآن أو استبيان على الشارع، كل الشارع العراقي ويكاد 90% من الشارع كلهم رافضين لهذه الوجوه الكالحة. راح يطلعوا انتخابات؟ اسمحي لي، رافضين. هو ليش الشعب العراقي كانت نسبة التصويت رافض التصويت سيدتي الكريمة؟ ايش قد التصويت مذكرها جنادي الآخر؟ ايش قد 16؟ الوجوه الكالحة من اللي تم إعادتها؟ ها؟ الآن النواب أكثر ما يقارب نصف النواب هم وجوه جديدة. لا أنا من الناس وجه جديد. قاطعتنا عدة مرات، أنا ما أريد أوجه اتهام جهة معينة وأخاف تزعل. اسمح لي. أولا أنت تعرف جنابك المجلس الآن أكثر 6-7 زعامات يتحكمون بهذا المجلس. ادخل صوت، أصلا المجلس يصوت عن طريق الواتساب، جروب دولة القانون، جروب كذا، شو اسمه، جروب كذا، صوت اطلع اخرج. ما ادري شنو راح يتغير بالانتخابات الجديدة. كيف يمكن تغييره؟ اولا اذا عدينا قانون احزاب، اولا شنو هالتشظي هذا الاعداد؟ الان ما خليتيني اكمل فكرتي من الساعه، قلت لك الان احنا كنا نتحدث عن مجلس اعلى دولة القانون، حزب الدعوة، تيار الصدر 4، والسنة حزبين، والكرد حزبين. اما الان لا، صارت عوائل، وكل كل فصيل مسلح يريد له وزاره، وكل شخصيه يريد له وزاره، ابو مقعدين يريد له وزاره، وهذا خطا. والوزارات اصبحت حديقه، اصبحت يعني دكان تنهب منه هذه الاحزاب. فبالتالي اذا وضعنا قانون اولا يحد من كميه تغييرات التفسيرات، يعني التفسيرات يجب ان لا يعني الشارع العراقي اذا ما وجد قانون يحمي صوته وأن لا يعيد ذات الوجوه اللي المرجعية الآن لا تستقبلهم. مرجعية لا تستقبل أي واحد. راح يطلعون الناس. جاوبني، راح يطلعون الناس؟ إذا ما يعني قلت السيد علي تحدث نقطة حسبت. مهمة جدا. قال لك 16% طلعوا، هو كان مراقب هذا حديثه. يقول لك وكتبوها 20%. يقول لك شلون ممكن يطلعون اليوم؟ شلون إذا عدينا قانون أحزاب من أين لك؟ منين نعد القانون؟ يعني عقد جلسة لازم. لا هذا لا، ماكو جلسة، ماكو جلسة. أنا أقول لك ماكو جلسة. شلون يعني نعمل قانون؟ وإن الأخوة الإطاريين حاولوا وجازفوا أن يعقدوا أينما كان البرلمان، أولا لا السيادة ولا الديمقراطي متحالفين معه. نقطة أنت تحدثت لازم نسوي قانون. عقد أنا أقول لك القانون لدينا، اسمحي لي، لدينا مو ترى الإطار التنسيقي إيش قد يمثل من الشعب العراقي؟ 5% 8%. لدينا مكون سني، لدينا مكون كردي، لدينا تشرين، لدينا قوى معارضة خارجية، هذا كلها تقعد. أيضا التيار يعني الصدري بدون مجلس النواب، يجلسون بدون على مجلس النواب، بدون مجلس نواب، ويأتون بعقد بعقد جديد. سيد علي يعني تحدث كلام مهم جدا سيد العطواني، يقول لك يقعدون ويجلسون يسوون عقد جديد بدون الفاسدين. يعني فاسد بدون من؟ يعني بدون وأبو التسريبات.